ولكن خلوني في البداية يعني عاوز أحيي الميديا بتاعت الزمالك أو بعض الميديا بتاعت الزمالك، عاوز أحييهم وعاوز أحيي الميديا بتاعت الأهلي. ليه أنا بقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده عشان خاطر المفروض وضع طبيعي عندك مشكلة كبيرة في النادي الأهلي، عندك مشكلة ملهاش حل أو حلها صعب جدا في النادي الأهلي، وهي مشكلة كهرباء. ولكن العين بتروح على نادي الزمالك، العين بتروح على نادي الزمالك، ودايما كده نادي الزمالك هو اللي بيبقى خاطف الأضواء سواء بقصد أو بدون قصد. يعني لو كان في ذكاء في السوشيال ميديا بتاعت الزمالك، ولو كان عندهم قدر من الذكاء والحكمة، كان يتم توجيه الأنظار إلى البلوى الكبيرة والأزمة الكبيرة و60 مليون جنيه. انت ما بتتكلمش في 6000 جنيه ولا في 60000 جنيه ولا في 6 مليون جنيه، انت بتتكلم في 60 مليون جنيه. فال 60 مليون جنيه دول ازمه كبيره، وخاصه ان الاهلي هيديهم للزمالك او الزمالك يديهم للاهلي. ده كله محدش واخد باله منه، انما احنا كل اللي احنا بنتكلم فيه مرتضى منصور بيطلع على قناه نادي الزمالك وجايب عماره يعقوبيان. مرتضى منصور اصل بيقول امك، اصله بيقول مامتك، اصله بيقول يور ماذر. انما احنا سايبين البهوات التانيين ينعموا في رغد العيش. وانا يعني على الهوى بأحيي بسقف للميديا بتاعت الاهلي اللي بيعرفوا يسلطوا الاضواء على مشاكل الزمالك، وبيعرفوا يعملوا ستريس على مشاكل الزمالك، وبيعرفوا يضغطوا على احمد سيد زيزو وعدم تجديده، وبيضغطوا على امام عاشور وعدم تجديده. انما الميديا بتاعت نادي الزمالك مش قادره تستغل ان الاهلي عنده بلاوي، ان الاهلي عنده كوارث، ان الاهلي عنده 4 لعيبه رافضين التجديد. مش قادرين يستغلوا الميديا بتاعت الزمالك موضوع زي موضوع غرامه كهرباء، هو انهيار للاهلي وللعب. والايام القادمه سوف تثبت صحه كلامي، غرامه كهرباء مصيبه كبيره. الميديا بتاعت الزمالك مش قادرة تركز على تهنئة الاهلي لواحد هارب اسمه على قوائم ترقب الوصول اسمه محمد ابو تريكة. الميديا بتاعت الزمالك مش قادرة تركز على كده. الميديا بتاعت الزمالك مش قادرة تركز على الاساليب الادارية الخاطئة الفجة اللي بتحصل داخل الاهلي، مش قادرين يركزوا على كده. ولكن الميديا بتاعت الزمالك مركزين مع مرتضى منصور. مرتضى منصور بيقول ايه؟ بيقول امك ولا مامتك؟ بيجيب فيلم عمارة يعقوبيان ولا فيلم اصحاب ولا اعز؟ احنا هو ده اللي احنا فالحين فيه، هو ده اللي احنا فالحين فيه. فانا بأحيي الميديا بتاعت الاهلي على الهوا مرة تانية، وبسقف لهم ان هم بيعرفوا يضغطوا علينا ويصدروا لنا المشاكل، ان هم بيعرفوا يضغطوا علينا ويصدروا لنا المشاكل. انما انا لوحدي ايد لوحدها ما تسقفش، ايد لوحدها ما تسقفش. اكتر موضوع يتسبب في انهيار نادي 60 مليون جنيه يطلعوا لنادي منافس. مش ممكن، مش ممكن موضوع زي ده مش واخد حقه، مش ممكن موضوع زي ده ميديا الزمالك ما بتضغطش بيه، مش ممكن. ولكن خليني اقول لك كلام النهارده، هيبقى فيه كلام مش برفع الروح المعنويه من جمهور نادي الزمالك، ولكن دي حقيقه فعلا وليست رفع روح معنويه. اول 7 ماتشات في الدوري كلنا عارفين ان الزمالك واخد الماتشات الصعبه والاهلي واخد الماتشات السهله، بعد كده الايه هتتعكس. يعني الاهلي لعب مين لغايه دلوقتي؟ مع احترامي الاسماعيلي، اسوان اللي لسه صاعد، الداخلية، لعب مين الاهلي؟ ما لعبش حد عليه العين. انما الزمالك لعب مين؟ الزمالك لعب انبي ومش عارف لعب اللهم صل على رسول الله. يعني فكروني الماتشين التانيين الزمالك لعب مع مين؟ والله الواحد نسي. الزمالك لعب مع انبي ومين؟ يعني كانوا ماتشين من الماتشات الصعبة. ماتشين من الماتشات الصعبة. وسيراميكا، واعتقد سموحه، سيراميكا وسموحه، وكسبهم وتعادل مع انبي.
الاهلي لسه عنده بلاوي، الاهلي لسه عنده بلاوي. طيب الكلام ده معناه ايه؟ خلينا اجيلك من المستقبل شوية. طبعا لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى، يعني ده كلام مفروغ منه. خليني اجيلك من المستقبل توقع، وليس ان انا بضرب الودع ولا برمي الودع. هل تعلم ان شاء الله بعد استئناف الدوري خلاص احنا هنبدأ ماتشات الرابطة، وبعد كده يوم 26 عندنا ماتشات الكاس، وبعد كده من 1 ديسمبر نبدأ الدوري، يعني خلاص كلها 10 ايام ولا اسبوعين ولا. هل تعلم ان تعادل او تعادلين من الاهلي وفوز او فوزين للزمالك، هل تعلم ان ده كله ممكن يعدلك الكفة كلها؟ وده اللي هيحصل ان شاء الله بإذن الله. وخلي بالك الماتشين ثلاثة اللي ان شاء الله بإذن الله الاهلي هيتعادلهم، يعني لسه الاهلي عنده فاركو، لسه الاهلي عنده المصري، سموحة، عنده سيراميكا، لسه الاهلي عنده فيوتشر، مع ان فيوتشر ده الاهلي بيه يعني الواحد ما يحطش عليه امل، يعني لسه الاهلي عنده الجيش على طول بيعطل الاهلي. ونتفرج بقى على الاهلي، نشوف المدرب الاعجوبة كولر، هذا المدرب البالونة البالونة، نشوف كولر هيعمل ايه اللي عمالين بيتغنوا بيه. ما انا راجل ما بتكلمش كلام، والله العظيم الناس اللي فاهمه كوره هي اللي تفهم الكلام بتاعي. لاعب الزمالك في السوبر زكريا الوردي قال لهم خدوا كاس السوبر، وبعد كده لاعب الداخليه ولاعب اسوان، يعني كولر لم يتعرض لاحتكاك قوي. طب انما كولر اول ما يتعرض لاحتكاك قوي فشل ذريع، فشل ذريع. انما الفترة اللي جاية اول مع بداية الدوري واستئناف الدوري اتفرج على اللي هيحصل في الاهلي، واتفرج على غرامة كهربا الفترة اللي جاية. ده غرامة كهربا دي ايه؟ ده قنبلة ستنفجر في وجه الجميع، قنبلة ستنفجر في وجه الجميع. عاوزين يحطوا نص الغرامة ويقولوا الكهربا احنا حطينا النصيبنا. مفيش حاجة اسمها نصيبنا ونصيبكم، في حاجة اسمها 2 مليون دولار و5% فوائد. أي حد يقول كلام غير ده فيجي يقعد هنا بقى جنبي كده، أقعد أطبطب عليه وأقول له معلش بصوت أشرف بن شرقي، معلش. فعندهم كوارث داخل النادي، عندهم بلاوي، ولكن لا يتم تسليط الأضواء عليها. فأنا بقول لك مع استئناف الدوري استمتع بانهيار الاهلي، وافتكر الكلمه دي، وافتكر مين اول واحد قالك الكلام ده. مع بدايه استئناف الدوري استمتع بانهيار الاهلي الكروي. ان شاء الله نادي الزمالك باذن الله تعالى الشهر ده جه من عند ربنا، فريرا استغل الشهر ده، في السيسي والزناري وشلبي واللعيبة دي بدأت تاخد مع فريرة، يوسف حسن اللعيب الناشئ هيبدأ ياخد الفترة اللي جاية، أوباما ممكن تبص تلاقيه الفترة اللي جاية هو مفاجأة فريرة. وفريرة خلي بالك متمسك بأوباما قوي ومش عاوز يسيب أوباما، اتفرج على أوباما الفترة اللي جاية. فالشهر ده وعلاج الإصابات والكلام من هذا القبيل، عودة دونجا، عودة دونجا في نص الملعب، انت بتتكلم في ركيزة أساسية وحجر زاوية، ركيزة أساسية وحجر زاوية، عودة دونجا. فإن شاء الله بإذن الله الزمالك مع بداية استئناف الدوري، افتكروا الكلام ده. بس لما أجي أقول لكم مين أول واحد قال، تقول أنكل محمد أسطورة الفيسبوك وعالم ما وراء مصنع زهير المترجي. فدي إن شاء الله بإذن الله بداية انهيار النادي الأهلي. حلو حلو.